حلو. خليك معايا. بدأت ألعب مزيكا من 2008 مثلا. ابتديت بقى أحب الموضوع، كنت بقعد بسمع الحاجة على طول، ابتديت بقى أديسكفر بقى من ناس تانية أرتست جامدين بيعملوا نفس المزيكا، بيطلعوا كواليتي، بيخلوني أحس فعلا باللي أنا قاعد بسمعه. أول مرة لعبت كانت حفلة برايفت في المعادي، بس الموضوع زمان ما كانش في فان بيز او في ناس كتير بتسمع مزيكا او متعمقه في الموضوع ده، لحد بقى مع السنين والوقت وكده الناس ابتدت تسمع، ابتدت تديسكفر برضو. اول تايم فيفرت جيج كانت السيمي فاينل بتاع هي دي جي، كانت اكتر يوم بيرفكت يعني، في الستيج، الفيجوالز، الكراود نفسه، المكان كان فول ساعتها. هي دي جي كانت تشالنج بالنسبة لي ان انا اخش كومبيتيشن، كان اول كومبيتيشن ادخلها اصلا، يعني اتعلمت حاجات كتير في ان انا ازاي بقى العب في حفلة فيها كراود كتير اكبر من العدد اللي بيبقى في الكلابز عامة وكده. Disclosure بقى سيريز عملتها وانا في البيت من 2014، بس بدأت يعني فيها في 2013 لحد ما ابتديت افكر في الكونسبت وايه الموضوع وهنعمل ايه، يعني الستايل هيبقى فين عامة، لان دي سيريز حاسس يعني كنت عاملها لونج تيرم اكتر من ان هي تبقى حاجة فترة وبعد كده خلاص. بعد الاحداث اللي احنا فيها دي قررت ان انا اعمل فيجوالز، ممكن انت قاعد تسمع السيت وفي فيجوالز. Who inspires my music internationally؟ هرمن كتاني. لوكالي في مستي عشماوي، دي جيف مي انسبيريشن عامة ان انا اعرف اعمل ست او ازاي اتعامل مع كراود او ازاي اعمل فلو حلو فور مش لساعة اكتر اكستندد ست او كده.